نظراً لأهمية دور المؤسسات البنكية ومؤسسات التأمين في تمويل الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا، دعت ممثلة البنك المركزي التونسي ريم قلسي في هذا الملتقى العلمي إلى ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة والمؤسسات المالية خاصة لدفع الاستثمار في البلاد، مؤكدة توفر السيولة اللازمة بالبنك المركزي لتمويل المشاريع. السيولة موجودة والبنك المركزي يوفر في السيولة، وتوا معناتها الحجم الإجمالي اللي عاد التمويل في 10 مليار دينار، يعني تبارك الله معناتها موجود التمويل. تبقينا معناتها لازم شوية من البنوك، شوية من كما نقولوا تسهيل التشريعات اللي هي تحول لمحل المستثمر مش يقوم بالاستثمار متاعه. وكذلك نشوفوا معناتها الحكومة زادت لازمها تاخذ إجراءات صارمة، مثلا نردوا بالنا من التوريد العشوائي. ومن جانبها أكدت وزيرة المالية سهام بغدي لنمسية تدخل الدولة في عديد المناسبات تصديا لتداعيات الجائحة الصحية خاصة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشيرة إلى أن تنفيذ إجراءات النهوض بالمؤسسات المتضررة ما زال متواصلا في غضون السنة الجارية. فما إجراء مهم جاء في قانون المالية 2022 يتعلق بوضع معناها خط تمويل لمساعدة هذه المؤسسات لمعناها تعزيز مواردهم الذاتية ومواصلة النشاط. هذا فضلا كما تعرفوا كيف زاد الإجراءات الهامة اللي تم اتخاذها في قانون المالية وفي إطار التصدي للجائحة بالنسبة للمؤسسات السياحية. هناك معناها إطار قانوني اليوم موجود في هذا معناها في هذا الأساس لمساعدة كل المتدخلين وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على مجابهة تبعات هذه الجائحة. وفي هذا الملتقى العلمي التونسي الجزائري الذي يحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيس معهد تونسي جزائري، أكد المتدخلون على أهمية دور البنوك ومؤسسات التأمين في دعم الاقتصاد بكل من تونس والجزائر. المؤسسات المالية أخذت على عاتقها تسيير مرحلة الجائحة ومرينا بها بسلام والحمد لله. أما قبل الجائحة كان تمويل عادي، الاستثمار كان يزيد بنسب معتبرة، وحاليا حتى تقارير البنك العالمي راهي تقول باللي الجزائر البريفيزيون معناتها التوقعات نتاع النمو راح تكون اكثر من ما هو بريفيو. اليوم القطاع المالي لازم يلعب دور جديد من اجل دعم الاقتصاد. هو فما الدور التقليدي اللي نعرفوه انه البنوك تعطي قروضات، انه عامل التامين كيف يعمل معناتها تجميع ليبارن ناسيونال داكوردو، لكن اليوم هذا ماهوش كافي. علاش ماهوش كافي؟ لانه يلزم البنوك تمشي في توجهات اكثر في دي فوند انفستيسمون، يلزم يعملوا دي نقولوا احنا اليات جديده لتمويل نشاطات اللي هي بحد ذاتها جديده، داكور ماهيش نشاطات تقليديه اليوم. وفي اطار تضافر جهود المؤسسات الماليه لمساعده الاقتصاد الوطني خلال السنه الماضيه، اكدت ممثله البنك المركزي ان البنوك التونسيه منحت 80 مليار دينار كقروض لتمويل الاقتصاد الوطني، فيما اكد رئيس الجامعه التونسيه لشركات التامين حبيب بن حسين ان مساهمه مؤسسات التامين في دعم الاقتصاد الوطني بلغت 7400 مليون دينار.